قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة مذعورة، أبصارها خاشعة أي ذليلة، وهذا حال الكفار. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة أي الحياة مرة ثانية، أي إذا متنا أنرجع مرة ثانية إلى الحياة؟ ويقولون ذلك على سبيل التهكم والاستنكار. أإذا كنا عظاما نخرة، بيان للأول، متنا وصرنا عظاما نخرة أي مفتوتة مبثوثة، تذر بالأصابع وتنسفها الرياح. إذا كنا عظاما نخرة أنبعث بعد ذلك؟ فإذا بعثنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قتلنا وزنينا وكفرنا وفعلنا الأفاعيل، إذن سنعاقب عقابا شديدا. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة، أي إن الله تبارك وتعالى بعد هذه النفخات التي تفنى فيها الخلائق فلا يوجد شيء منها البتة، يأمر ربنا عز وجل بصيحة واحدة، الزجرة أي الصيحة الواحدة وهي صيحة البعث. قال تعالى فإذا هم بالساهرة. هناك أقوال كثيرة في معنى الساهرة، وأرجى الأقوال أنها أرض الموقف، أرض المحشر، ولكن هل أرض المحشر كأرضنا تلك؟ الجواب لا. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقيل هي أرض لم يعصى عليها الله، أرض كده جديدة لم يعصى عليها الله. طب إزاي؟ هتيجي منين؟ شكلها إيه؟ الله تعالى أعلى وأعلم، في أرض المحشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الإيمان ويختم حياتنا بالإحسان ويجعلنا وإياكم من أهل الرضوان.